مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساء الخير جاية. يا هلا وسهلا فيك بسام، ونمسي بالخير على مشاهدينا في بداية أسبوع جديد من برنامجكم مجتمع واعي. تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة نظراً لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، وأثبتت هذه الريادة التعامل المتقن اللي شهدناه في التصدي لفيروس كورونا، وضعت هذه التعامل نموذج يشيد فيه أو تشيد فيه المنظمات الدولية. بالفعل رقية، وهذه التعامل والمنظومة الصحية المتكاملة جاءت نتيجة اهتمام قيادتنا الله يحفظها ويرعاها في أن تكون الرعاية الصحية في أولويات اهتماماتها لنهضة البلاد وعمرانها ورخائها كذلك. مشاهدينا الكرام، راح نبتدي معاكم حلقة اليوم بأبرز الأخبار، لكن بعد هالفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وخلال اللقاء تابع جلالة الملك المفدى مع سمو الشيخ ناصر الجهود القيمة التي تقوم فيها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في لبنان الشقيق، انطلاقا من التوجيهات الكريمة لجلالته حفظه الله بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى الجمهورية اللبنانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في محنته والتخفيف من مصابه جراء الكارثة الأليمة التي أصابت العاصمة اللبنانية. وفي خبر آخر، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن إطلاق مبادرة موهبتك في البيت تأتي ضمن الرؤية اللي رسمها سموه من أجل استمرار المبادرات اللي تهدف لاحتضان وتشجيع الشباب على إطلاق قدراتهم ومواهبهم. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إطلاق مبادرة موهبتك في البيت تتوافق مع الجهود المتميزة اللي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في تنفيذ المشاريع اللي تساهم في رفع مستوى الشباب، وكذلك تتماشى مع الإجراءات المتبعة التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الحالية لتطبيق شعارها نواصل بعزم لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي الذي يعزز من هذه الإجراءات ويساهم في مكافحة هذه الجائحة للعودة بالحياة إلى طبيعتها في المملكة. وخبرنا الأخير، شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في المنتدى الافتراضي تأثير أزمة COVID-19 على التعليم، واللي ركز على مناقشة تجربة التعليم عن بعد. وأقام المنتدى المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من عدة دول عربية. وتناول المنتدى محاور عديدة من أهمها الحلول التي اعتمدت لتذليل الصعوبات التي حالت دون تمكن الطلبة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم،
واستعراض وتحليل تجارب ناجحة في التعليم والتعلم عن بعد وأساليب التقويم وبناء قدرات المعلمين وأهم الدروس المستفادة من هذه الجائحة على الصعيد التعليمي واستشراف سبل تطوير منظومة التعليم والتعلم عن بعد في الدول العربية وعرض تصورات مستقبلية لدمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي وتبادل الخبرات في المجالات التربوية والإنسانية في ظل الأزمات. وقدم وزير التربية والتعليم عرض عن تجربة مملكة البحرين لضمان استدامة الخدمات التعليمية موضحا أن الوزارة قدمت حصص تعليمية متلفزة عبر قناة البحرين الفضائية و14 قناة على اليوتيوب ودروس رقمية مركزية ومحتوى رقمي عبر البوابة التعليمية مع نشر عشرات الآلاف من حلقات النقاش والأنشطة والدروس من إنتاج معلمي المدارس والتواصل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل اللي يضمن تغطية أهم الكفايات المطلوبة لجميع المراحل الدراسية كما عدت الوزارة دراسة تقييمية لرصد وتحليل الإجراءات اللي قامت بها. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه؟ باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء. العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. من دور الإنسان الكبير اللي قامت فيه كوادرنا في الصفوف الأمامية كانت سبب بعد حفظ الله سبحانه وتعالى، ثم رؤية قيادتنا الحكيمة اللي وضعت الخطط الاستباقية للتعامل مع الجائحة وقطع شوط كبير في التصدي لهذا الوباء، ومارست الحياة الطبيعية دون التأثر بتبعات الجائحة وحفظ صحة وسلامة المجتمع. بالتأكيد يعني بسام، وهذه التعامل الناجح جاء نتيجة لسنوات طويلة استثمرت فيها قيادتنا الله يحفظها ويرعاها في الرعاية الصحية وبناء منظومة صحية متكاملة وتقديم كافة الدعم والإسناد للكوادر الطبية البحرينية. وشهدنا قرار مجلس الوزراء اعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعة من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي، واللي يدل على الاهتمام بالرسالة النبيلة والدور اللي يقوم فيه الأطباء البحرينيين في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أجل بناء ونماء هذا الوطن. بالتأكيد. وعن الدعم للأطباء أيضا، تقدم عدد من النواب بتشريع قانوني يهدف لحماية الأطباء والعاملين في المجال الصحي. رح نتكلم أكثر عن هذا التشريع مع سعادة النائب أحمد سلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب، مساك الله بالخير سعادة النواب. مساكم الله بالنور يا هلا. يا هلا وسهلا فيك. يعني التشريع اللي يعني احنا امام اليوم واللي راح نناقشه معاك لا شك تشريع مهم، ويعني ياتي في الوقت اللي فعلا قاعد نشوف جهود الفريق الطبي في الصفوف الاماميه، يعني تزامن هذا المشروع مع هذه الفتره الاستثنائيه اللي تمر فيها العالم. يعني حدثنا سعادة النواب عن اهميه هذا التشريع. طبعا في البداية لازم أقول أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي هو اللي أتاح لنا دائما التطوير والتعديل في القوانين والتشريعات فيما يتناسب مع المراحل أو المرحلة اللي احنا فيها والمرحلة المقبلة. من هذا الباب يعني جاءت لنا فكرة أنه حماية الأطباء والعاملين في الصف الأول اللي يواجهون جائحة الكورونا، فبالتالي عملنا على وجه يعني إضافة مواد في القانون تعطيهم بعض الامتيازات، اللي هو أول شيء يعطيهم بروتوكول الحماية وهو اللي يعطيهم المجال حسب القانون أن يتم عمل فحوصات دورية لهم بشكل مستمر. نعم. وذلك عشان أن يتأكدون أنهم يكونون يعني إن شاء الله غير مصابين أو ما يكونون حاملين حق هذا الفيروس، فبالتالي يعني ما يأثرون على المخالطين إلا من أهاليهم أو لما يتخلطون خارج، فيكون في بروتوكول معين مربوط بقانون يتم على ضوءه كشف هذه الحالات. نعم. وبالتالي كذلك يعني في حالة لا قدر الله وجدوا أنهم مصابين أو يكونون حاملين حق هذا المرض، يكون في طريقة علاج كذلك من هذه الامتيازات، يكون لهم امتياز خاص في طريقة علاجهم أو يكونون عندهم يعني امتيازات في العلاج تختلف عن اللي هي موجودة، وبالتالي مكافأة لهم لمواجهتهم هذه الجائحة وجرأتهم في هذا الشيء. كذلك القانون يتكلم أن يكون في كذلك امتيازات مالية لهم، أن العاملين في الصف الأول والأطباء تكون لهم كذلك مكافآت في فترة وجود هذه الأنواع من الجائحة أو الأوبئة لا قدر الله في المستقبل. والكل يعرف يعني أن هذه الجائحة أول ما جينا وكنا نتكلم عنها كنا نتوقع كلنا أنها بتكون 3 شهور أكثر شيء 6 شهور، اليوم يعني نوعا ما جميع التوجهات العالمية تتكلم أن احنا يجب التعايش مع هذه الجائحة لسنة أو سنتين يعني، فبالتالي وجود هذه القوانين تعطي حافز حق الأطباء أنهم والعاملين في معاهم في هذا الصف لمواصلة هذا العمل، وليكون عندهم يعني قوة ويكون عندهم دوافع، يعني هي دوافع إنسانية في نفس الوقت يكون تقدير، وكذلك تقدير سمو رئيس الوزراء لهم وتخصيص يوم، هذه كلها دلالات وتقوية حق الفكرة اللي احنا نبي نأسسها. إضافة أن يعني بعد وجدنا أن وجود امتيازات كذلك أن تحافظ على أهاليهم أو تحافظ لا قدر الله في حالة الإصابة أو في حالة الوفاة، أن يكون الاعتناء بأولادهم بزوجاتهم وعناية اجتماعية وعناية اقتصادية. نعم. هذه كلها لما تحطها في حزمة واحدة راح تعطي دافع أكبر، وهم يعني الحمد لله نشكرهم وهم مو مقصرين. نعم. بس احنا بعد نبي نشارك معاهم كمشرعين أو كنواب ان احنا نحافظ على هذه القوة ونحافظ لهم ان هم يواصلون هذا العمل الجبار اللي هم يعني أنا أقول لك إن في بعض الدول يعتبرونهم أنهم كأنهم في مواجهة قتالية يعني. نعم. في صف الأول يعني ويعاملون معاملة الجنود يعني. نعم. ولذلك إن أنا من هذا المنطلق كذلك إن لا قدر الله في حالة الوفاة أو في حالة العجز أو في حالة الإصابة إن أنا يسمونهم شهداء الواجب، يعني مثل اللي هو قاعد يدافع عن وطنه، وهذه. نعم. أكبر قضية اليوم إحنا نواجهها ودفاعية قاعدين هم متصدرينها، والحمد لله رب العالمين تشوفون النتائج وتشوفون هذه الاش امور اللي تاكد انهم مو مقصرين. فاحنا بعد كدورنا كمشرعين نبي نكافئهم بقوانين وتشريعات تضمن لهم هذه الامتيازات وتضمن لهم هذه البروتوكولات بشكل قانوني، انه يكون مطمئن على نفسه وعلى عياله وعلى اللي حواليه. جميل، يعني وايد حلو ساعتنا باليوم لما نشوف ان الكل اليوم كل المجتمع البحريني قاعد ينظر للأطباء وللكوادر الطبية بهذه النظرة اللي فيها الكثير من التقدير والكثير من يعني العين اللي نشوف فيها تضحيات هم قدموها، إن كان من أسرهم إن كان حتى يعني على حساب صحتهم وكل هذه الأمور. فجميل جدا هذا المقترح اللي تقدمته فيه، ولكن كسلطة تشريعية اليوم سعادة النائب شنو خلينا نقول يعني أبرز الأمور اللي أنتم قمتوا فيها خلال هذا التحدي بالإضافة للمقترح اللي قدمته؟ يعني اليوم احنا جائحة الكورونا حطتنا امام 3 تحديات حقيقة، يعني هي التحدي الصحي والاقتصادي والتعليمي. من ناحية الصحية الدستور كفل للمواطن العلاج
فبالتالي ما كانت عندنا تشريعات كثيرة نضطر احنا نعدلها ونسويها، لأن الدستور يعني أكد على مسؤوليته لعلاج المواطنين بأي أمراض يصابون فيها أو بأي اللي احنا نشوفه. واللي احنا شفنا أن الحكومة بقيادة سمو جلالة الملك كانت يعني من اليوم الأول توجه حق هذا الشيء، وكان الهدف الأساسي لمكافحة الكورونا كان أول شيء الهاجس الصحي. فعنا هذا الملف مطمئنين عليه، ما عندنا في مشكلة. جينا حق الملف الاقتصادي طبعا، واللي هو بعد الاحترازات الصحية اللي تم فرضها وبعد التباعد والغلق الجزئي والفتح الجزئي، وهذه الأمور كلها أثرت بشكل سلبي على نمو الاقتصاد وعلى مواصلة الاقتصاد، أو يمكن وضعت بعد خريطة جديدة أن في بعض القطاعات هي مضطرة أنها تخرج من السوق وتكون مكانها قطاعات أخرى. فهذه احنا اليوم دورنا كمشرعين لحماية هذا النوع من القطاعات. يعني مثلا على سبيل المثال احنا قاعدين نتقدم او تقدمنا بمقترح قانون للتجارة الإلكترونية لحماية التجار المحليين من الشركات الكبرى اللي هي بتي تنافسهم اذا تم تفعيل بشكل اكبر التجارة الإلكترونية، وصارت ان كل الناس تطلب عن طريق الابليكيشن او تطلب عن طريق التجاره الالكترونيه عن طريق الدليفري. هذا راح ياثر سلبا على التجار المحليين. احنا اليوم واجبنا حمايتهم وتاكيد انهم يكونون جزء من هذا التحول وليس منافسين او خارج عنه. احنا يعني كنا ناكد في القوانين مثلا ان نشرع او نطلع قرارات او قوانين البنك المركزي انه هو يصدر تعليمات أو يصدر يعني تشريعات اللي هي تعطي ليونة في التعامل مع هذه الشركات. نعم. يعني اليوم إحنا لله الحمد الحزمة الأولية اللي هي على وشك إنها راح تنتهي. نعم. خلت الشركات والأفراد والمواطنين والجميع أنه عنده إعفاء 6 شهور من الأقساط، لكن على أساس كله أن كانت الخطة أو الفكرة أن هذا الجائحة راح تكون من 3 شهور ل6 شهور. بس اليوم إحنا يعني مقررين والرؤية واضحة أمامنا أن هي مطولة ولازم نعيش فيها. فبالتالي هذه الالتزامات المالية راح تكون موجودة على هذه الشركات، خصوصا الشركات اللي بعد يعني كانت الأكثر ضررا واللي هي تم تصنيفها في الحزم اللي كانت موجودة اللي ضافوها، هذا لا زال عندهم الضرر موجود. فبالتالي رفع أنها ما استمراريتهم أن الأقساط راح يبتدون يدفعونها، وهذا شيء يعني لازم يكون، لأن في النهاية لازم الاقتصاد يبتدي يتعافى ويبتدي العجلة ترجع. هني دورنا يكون موجود أن احنا شلون نوجد تشريعات أن احنا نخفف عن طريقة إرجاع الدفع أو عن طريقة تدفق السيولة لاستمرار الأعمال. يعني هذه المقترحات أو هذه التشريعات اللي احنا قاعدين نعمل عليها لاستمرارية السيولة في السوق. يعني مثل ما أنتم شفتوا بعد أن من ضمن الحزمة كان صندوق السيولة اللي هو تم مضاعفته. نعم. وهذا الصندوق يعني أكيد بيكون كان له أثر وراح يكون له الأثر الأكبر في المرحلة القادمة يعني. نعم. وهذا اللي احنا نتطلع له، بس مع ذلك احنا نحتاج بعد حزم من التشريعات. يعني 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 احنا ملاحظين يعني نشاطكم صراحة في مجلس النواب. نعم. من ناحية تقديم مقترحات، سواء مقترحات بقوانين أو مقترحات برغبة، ايضا المشاريع اللي يعني يعني يتم تحويلها من قبل الحكومه الموقره يتم يعني معالجتها ويتم تمريرها يعني بكل بسرعة. سهوله وبسرعه. يعني لاحظنا جديه في التعامل مع الموضوع الامانه من جهتكم، وهذا شيء طيب يعني الامانه. وحتى من ناحيه ثقافه التقدير اللي تكلمت عنها من شوي، ثقافه التقدير مطلوبه خصوصا تجاه يعني هؤلاء الجنود اللي يعني يبذلون الغالي والنفيس في الصفوف الاماميه. بنرجع حق التشريعات اللي تدعم القطاع الصحي، ومن هذا التشريع اللي تقدمته فيه وهو تشريع طموح. يعني هل فقط يعني هذا التشريع يعني يعني يأتي تقديرا لدورهم، أم هناك أيضا جوانب تنظيمية أخرى موجودة في هذا التشريع؟ هو يعني أنا مثل ما أنا بتكلم من ناحية تنظيمية. يعني هي هذا التشريع. نعم. اليوم هما يعني جلالة الملك والحكومة مو مقصرين مع الصف الأول. أنا ما أقول لك أنا في تقصير، لا من التقصير الصحي ولا من الفحوصات ولا حتى من الامتيازات ولا حتى من المكافآت، وأنت قاعد تشوف اللي جاي. الهدف هو تنظيمي، أن يكون عندنا كان هاي في فراغ في التشريع، أن ما كان في إذا في قوة قاهرة أو في أوبئة لا قدر الله أو في هذا النوع من الفيروس ما كان في حماية حق اللي بيكونون في الصف الأول. فبذلك إحنا عشان تشجيعهم ويكونون لا قدر الله، يعني في النهاية إحنا مشرعين ننظر للمستقبل. نعم. ونحط الخطط الطويلة، يعني ما نحط الخطط الوقتية أو اللي يكون لوقت معين. فبالتالي
شفت أنا ومع الزملاء أن في فعلا فراغ في هذا الموضوع. نعم. ما في خطوط واضحة تعطي اطمئنان للجميع. في فجوة بالضبط. فإحنا الفجوة إحنا حاولنا نغطيها بهذه المقترحات، وخذينا بعد من يعني على قولتك أن شفنا الدول الأخرى شنو كانت السلبيات أنه ما كان عندها هذا النوع. نعم. من يعني التشريعات. يعني مثلا تأخذ على مثال في بريطانيا أول ما بدأ الأطباء كانوا ينفرون أنهم يعملون ساعات إضافية أو يكونون في الصف الأول، لأنه ما كان في شيء يحمي عيالهم من بعدهم. فبالتالي كانت الحكومة مضطرة أن هي مثلا تتخلى عن هالمسؤولية في بداية الأمر، أو تلجأ إلى مثلا سياسة اللي هو اكتساب يعني القطيع اللي هو بس انتوا اكيد عندكم دراسات يعني استندتوا عليها يعني. اي طبعا انا مثل ما قلت لك يعني شفت البريطانية اخذنا سلبياتها، ورحنا حق روسيا حق اذربيجان شفنا الايجابيات انهم فعلا فعلوا امتيازات وفعلوا بروتوكولات تضمن هذا الشيء. فبالتالي هذه كل هالامور يعني هي اللي خلتنا دفعتنا ان احنا ندفع في هذا الشيء بشكل سريع ويتم الاخذ فيه، وكذلك انه يتم تقديرهم في هذا الوقت وهم يطمئنون ان فعلا هم قاعدين يعملون وفي غيرهم يعملون من اجلهم. مثل ما هم يعملون من اجلنا احنا نعمل من اجلهم يعني، وقاعدين نفكر في ظل التوازنات الماليه اللي موجوده عندنا وفي ظل حتى العجوزات اللي هذه موجوده، بس لذلك نوجد لهم حلول وافكار تحفظ لهم مزاياهم وتخليهم يقدمون اكثر واكثر وهم مرتاحين ومطمئنين. دائما هو يكون في تخوف من المستقبل، لكن مثل هذه التشريعات تضمن يعني المستقبل بالنسبه خاصه ل يعني اخواننا اللي قاعدين يعملون في الكوادر الطبيه. احنا اكيد مواصلين معك سعادة النائب، ولكن راح نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير اللي راح يستعرض اهتمام مملكه البحرين بالصحه والكوادر العامله في الصفوف الاماميه. دور إنساني نبيل وتضحيات كبيرة تدونها مملكة البحرين في صفحات تاريخها المشرق لأبنائها المخلصين في الصفوف الأمامية الذين لم يتوانوا عن تلبية الواجب لوطنهم ومواصلة الليل بالنهار في حفظ صحة وسلامة أبنائه لتحقق العديد من النجاحات في التصدي لجائحة كورونا، لتقابل تلك الجهود بكافة أوجه الدعم من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد حفظهما الله ورعاهما لدورهم الوطني المتميز والفاعل. فإيمان القيادة بأهمية الرعاية الصحية عبر العقود الممتدة والاستثمار بالكوادر الطبية أتت نتائجه جلية في مواجهة هذا التحدي الذي لم يؤثر على سير تقديم الرعاية الصحية وجودتها كما كانت. ويشكل قرار مجلس الوزراء اعتماد يوم للطبيب البحريني وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي أحد الأمثلة للدعم المتواصل للكوادر الطبية في مملكة البحرين، إيمانا بدورهم الكبير في صحة المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. ويأتي دعم مجلسي الشورى والنواب بالتشريعات الهادفة لدعم الكوادر الطبية إيمانا بالدور التشريعي في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا ليشكل أبهى صور التعاون المثمر بين السلطات بما فيه خير وازدهار المملكة. عودة مجددة مشاهدينا مع سعادة النائب أحمد السلوم والنقاش حول تشريع مقترح تشريع حماية القطاع الصحي في مملكة البحرين. يعني لو نناقش أكثر يعني ما جاء يعني أبرز المواد اللي تم اقتراحها في هذه القانون، هناك أيضا مقترح معاملة الأطباء الذين يتعرضون للوفاة لا قدر الله في حالة تفشي الأوبئة والأمراض، معاملة شهداء الواجب. لو تحدثنا أكثر عن هذا المقترح. نعم، مثل ما أنا يعني قلت لك قبل شوي أن هم اليوم يعني مثل الجنود في المعركة. نعم. فبالتالي أن يكون لهم مسمى لا قدر الله لو واحد يعني توفى من هذا المرض أو يعني
صاد عجز جزئي أو كلي أو يعني كان يعني سبحان الله ما تدري شنو تصير، من حق البسيط أنه يكون شهيد الواجب، يعني هو في النهاية ضحى من أجل الوطن، ضحى من أجل الآخرين، فهذا يعني أقل تكريم. كذلك احنا من يعني الامور الثانيه في المقترح اللي احنا اقترحناه ان تكون كذلك اولويه حق عيالهم في حتى الوظائف فيما بعدهم لو هم تخصصوا في نفس التخصصات. فهذا بعد يعطي دافع ادبي، يعني انا دائما احنا كنا نحاول يكون عندنا في المقترح القانون ما نبي نحط امور ماليه كثيره، احنا عندنا وضع استثنائي بسبب جائحه الكورونا وكذلك على الوضع العام، بس كذلك في امور اجتماعيه وامور ادبيه لو انت تخليها وتحطها في قوانين راح تلاقي الناس تتقبلها وتفرح لها انهم حصلوا تقدير. يعني فبالتالي يعني وجود انه يتم مثلا الاطباء او حتى الموظفين او حتى الكوادر الطبيه او حتى اللي معاهم في هذا الصف، لما انت تعطي امتياز انه والله انت بتكون عندك شهاده انت حق ابنك لو في المستقبل تخصص بهالتخصص بتكون له اولويه انه هو يكون مكان ابوه، خصوصا اذا ابوه كان يعني او والدته بعيد الشر او شيء، يعني كان يعني بسبب هذا الفيروس يمكن لا قدر الله صاد شيء او توفى او صاد عجز جزئي او عجز كلي او كانت مضاعفات اللي تصير، يعني ما انت ما تدري او ما تشوف هذه، فهذا الشيء كذلك راح يعطي شكر من عندنا لهم ولأطفالهم وأولادهم أن فعلا في تقدير، والتقدير مو بس فقط حق الشخص اللي ضحى، تقدير راح انتقل لعائلتك، فبالتالي أنت سويت شيء أو سويت إرث لعائلتك انتقل في من لك لهم، وهي في حد ذاته يعني يفرح الجميع ويخفف عليهم أي حزن وأي آلام. فبالتالي إحنا كنا كذلك حريصين حق هذه النقطة أن تكون موجودة، وكذلك إحنا شفناها في الممارسات الخارجية أن فعلا لها أثر قوي، وفعلا هذا الشيء يعطي انطباع أن الكل تكون عنده الجرأة وتكون عنده الحماس أنه هو يكون في هذه الصفوف ويدافع. وإحنا مثل ما شفنا يعني عدد المتطوعين أكثر بعد من عدد الموظفين أصلا، وهذا كله يعطيك انطباع أن فعلا الكل يؤمن بهذا العمل. وهي كانت إحدى الأمور اللي إحنا في المجلس التشريعي مررنا قانون التطوع، وكانت لفائدته اليوم اللي هو يحفظ العلاقة ما بين المتطوع والخدمات اللي هو يقدمها، وتكون يعني واضحة بين الاثنين وتحفظ له حقوقه. فظل قانون وجود هاي شجع على عدد المتطوعين، بالتالي هذا القانون بيكون لنفس الأثر عليهم إذا إن شاء الله تم تطبيقه، وراح يعطي انطباع أقوى وأكبر مثل ما أنتم تشوفونه يعني إن شاء الله. نعم سعادة النائب، يعني أنت ذكرت قبل شوي بأن أنتم سويتوا دراسات واستندتوا على بعض التجارب، سواء كانت تجارب ناجحة أو كانت تجارب خلينا نقول مثلا ما بنقول فاشلة بس بنقول كانت سلبية. اللي نطلع فيه من هذه الدراسات لما أني نطبق مثل هذه الدراسة عندنا في مملكة البحرين وأني نطبقها مع كوادرنا الطبية مع أخواننا اللي قاعدين يمارسون دورهم بشكل كبير وما منتظرين مثل هذه التغذية، ولكن هذا شيء يه بشكل يعني منا ومنا بأساس يعني كسلطة تشريعية أو حتى من القيادة بحفاظ على حقوقهم، مثل هذه الأمور هل بس تعطيهم شعور بالطمأنينة فقط؟ يعني في أكيد مردود آخر غير المردود النفسي يرجع عليهم؟ هي أكيد يعني مثل هذا القانون والمواد اللي فيه هي تعطيهم طمأنينة، أول شيء من ناحية الصحية أنه بيكون مطمئن على صحته إذا يكون في بروتوكول وتم تطبيقه، فبتكون مطمئن أنه هو قاعد يعمل وفي آخرين يهتمون لصحته. في أنه بيكون حسب ما احنا حطينا أنه يكون في مردود مالي، يعني هاي في نهاية اليوم بعد يخفف من الأعباء المالية عليه ويكون عنده مدخول إضافي في ظل وجود هذا النوع من هاي، لأنه هو بيكون حق طبيعي لأنه هو اشتغل أكثر وعرض نفسه للمخاطر بشكل أكبر، ويعني قدم خدمات في الحالات الطبيعية ما يقدمها. كذلك للأمور الاجتماعية اللي احنا حطيناها ان يعني عياله ومن بعده راح يكون لهم دور في هذا الشيء او راح يكون له اولوية في مكان ابوه، هذه كلها لما انت تجمعها تعطي داخله طاقة ايجابية قوية تخليه يعطي اكثر وينسى التعب ماله. يعني دائما اي شخص لما يكون في اوج تعب ماله اول ما يوصل للنجاح تعب ماله كله ينساه. فهم اليوم انا يعني جتني مكالمات يعني من اطباء كثيرين يعني يشكرون ان احنا يعني فكرنا فيهم بطريقه يعني راقيه، لمست منهم ردود افعال ايجابيه، يعني كثير اتصلوا فيني
وقالوا لي يعني اشكرك ان انتم يعني فكرتوا فينا بطريقه راقيه وفكرتوا فينا ان احنا لازم نتميز بشيء. هاي في حد ذاته تشريف لنا، يعني وجوده بس على الساحه، وجوده في الاعلام، وجوده في اورقه المناقشه في مجلس النواب، او حتى لما ان شاء الله ينتقل لمجلس، يعني هاي في حد ذاته بالنسبه لهم انجاز وفخر ان فعلا شوفوا اليوم تسليط الضوء. يعني حتى هو مع عياله مع عائلته مفتخر بهذا الشيء، ويحس انه فعلا تم يعني تكريمه او تم الاشاده بدوره، وتم الاشاده ان دوره مميز، وفعلا هو له دور في هذه الجائحه ودوره ايجابي، وقاعد يصد ويغطي النقص اللي موجود فيه، وهاي اللي احنا قاعدين نشوفه. نعم، احنا واثقين انه يعني بتاكيد سعاده النائب ان هذا القانون يعني راح يعني تعملون بجديه يعني اكثر لابراز هذا القانون يعني اصداره في المستقبل. ومثل ما قلت يعني هو قانون يعني يحمي في النهاية القطاع الصحي في مملكة البحرين، لكن بشكل عام من ناحية القوانين المتعلقة بالمجال الصحي، هل تعتقد هناك أيضا يعني بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات تشريعية في المستقبل؟ هو طبعا يعني اليوم هذه الجائحة خلتنا نراجع كل شيء. بس لله الحمد أنا قلت لك يعني الدستور البحريني كان يحمي المواطن وقدمنا العلاج في كل مراحله، فهذه في حد ذاته يعني موجود بشكل عام ويغطي كل شيء. لكن اكيد احنا نحتاج ان نروح يعني بشكل يعني اكثر، يعني احنا كنا نتكلم في السابق عن قانون اللي هو الضمان الصحي، ممكن اليوم قانون الضمان الصحي احنا نراجعه بشكل اوسع، لان احنا شفنا الدول اللي قاعده تقدم او تطبق القانون الضمان الصحي كان عندها فشل في مواجهة هذا الجائحة. ليش؟ لأن بوليصات التأمين ومستشفيات اللي تغطيها ما كانت تغطي الأوبئة أو الأمور هذه، فهاي يعطينا أن احنا نركز اليوم في هذا القانون ونضيف هذه الأشياء عشان نطلع بقانون متكامل. يعني اليوم هذه التجربة اللي صارت تفتح عيوننا أن احنا يعني هذه النقاط يعني ممكن ما كان أحد بلاحظها أو ما كانت بتكون موجودة. هو قانون متكامل، وراح تكون شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وراح تقدم خدمات أفضل، وراح يكون يعني انتشار في كل مكان تقدر أنت تتعالج فيه بدون تمييز، يعني ما بيكون في مستشفى حكومي ومستشفى خاص. هاي فكرة حلوة، لكن وجدنا عقب ما صارت هذه الجائحة وطلعت الأشياء اللي يعني كانت مخفية فيه أن هذه نقطة ضعف، فبالتالي هذه إحنا يعني قاعدين نراجعها وقاعدين نفكر فيها قبل ما إحنا نصوت أو نطلق هذا القانون الضمان الصحي. يعني هاي من أحد النقاط اللي يعني تحضرني حاليا. يعني وفي أمور أخرى يعني مثل ما شفت بعض الرقابة تصير أكثر في التعامل في الأطباء. اليوم إحنا اكتشفنا مثلا بممارسة العلاج عن بعد مثلا أو بالتشخيص عن بعد أن كثير من المرضى يمكن كانوا ما يحتاجون أنهم يحضرون المستشفى حق مراجعات، كانوا بس يحتاجون أنه بالتليفون تقدر أنت توجهه وكانوا يسوي هالشيء. فهاي بالتالي وفر وقت، وفر جهد، ووفر حتى فلوس على المستشفى على الميزانية. فهذه يعني الأمور الناجحة إحنا لازم ندرسها ونحاول نخليها جزء من القانون، أن الأصل أنك أنت تراجع بالتليفون مثلاً أو تراجع المراجعات الخارجية، والاستثناء أنك تحضر شخصياً. فهذه يمكن أمور نفكر فيها، بس إحنا ما نبي نتسرع فيها، نبي ناخذ وقتها ونشوف شنو أثرها وممارساتها، وناخذ الإحصائيات من المعنيين فيها ونشوف هل هي فعلاً تطبيقها كان أفضل من يعني السابق أو هاي كان يعني نبي ندرسها. يمكن كانت الحين يمكن نطورها إنه يكون فيديو مثلاً بدل اتصال عادي يكون اتصال مرئي، ويكون نسوي هالشيء، فهالشيء راح يوفر الانتظار بدل أنت تنتظر في المستشفى أو ساعات الانتظار أو الطوابير أو المواعيد. هذه كلها سرعتها، وأنا الحين قاعد أشوف إنه يتكلمون حتى المواعيد صارت شوي أقل وأسرع بسبب هذه الاحترازات. هي ترى احترازات عشان تحمي الناس إن ما يكونون يختلطون مع بعضها، بس هذه الاحترازات سوت نتيجة إيجابية. فبالتالي هذه الأمور إحنا لازم ندرسها. يعني شوف ملف الصحة ملف جدا مهم، والحكومة تعطيه اهتمام أولوية، يعني حتى في الميزانيات ما تبخل عليها. وحتى اليوم في مرسوم اللجان كان جاي يزيد الميزانية تقريبا 177 مليون عشان يزيد الميزانية الصحية. يعني هذه الاهتمام من الحكومة والصلاحيات اللي هم يملكونها، لو كان مثلا تأمين صحي يمكن كان ما عندهم هذه
السهولة في أنهم يضخون ويطلقون وعلى طول يصرفون ويجهزون الأماكن بشكل يعني خلال 3-4 أيام تشوف يسوون أماكن عزل يسوون خير. يعني هذه الأمور كلها لأن الدستور هم أعطاهم الصلاحية وهم أعطاهم مسؤولية فشوفهم هم قاعدين يشتغلون فيها بشكل جدا كبير وسريع ونشوف نتائجها إيجابية والحمد لله. فاليوم هذه التجربة احنا على المجال الصحي قلت لك احنا كنا ما نحتاج نسوي تشريعات زيادة كثر ما احنا حين نراقب التغييرات اللي صارت ونستفيد من الإيجابي والسلبي لا قدر الله لو كان موجود كذلك نحط له تشريعات وقوانين أساس في المرحلة القادمة ما يكون موجود ويكون احنا دورنا تشريعي ونراقب هذه الأمور بشكل واضح. فهذا اللي احنا قاعدين يعني نفكر فيه ونعمل عليه وأنا يعني شخصيا ومعاي بعض زملائي نحن هذه الأمور نتابعها بشكل يومي ونسأل عنها وناخذ يعني أفكار وناخذ بحوث ونكلف كذلك المختصين أنهم يعطونا آرائهم. ولذلك أقول لك أن علاقتنا مع الأطباء كبيرة صارت لأنهم مصدر المعلومات اللي لنا وهم مصدر الأفكار اللي يعطونا إياها. يعني من ضمن أنا كذلك المقترحات اللي قدمتها بقانون وفي هذه الفترة ومكافأة حق الأطباء أن الأطباء المتدربين كانوا ما يحصلون يعني ما يتم التأمين عليهم في التأمينات. اليوم وجود القانون الجديد مال التأمينات اللي راح يرفع السن وهاي فبالتالي قلنا لهم حتى المتدرب لازم يتم التأمين عليه فبالتالي اعطيناه حق جديد وهاي جت الفكره اليوم الحين كمكافأة. يعني هاي قانون مستقل هو يضرب يعني عصفورين بحجر، اولا بيكون مدخول زياده حق التأمينات وبالتالي هذه السنوات اللي هو عملها بالفعل راح يحصلها صحيح. فهذه بعد يعني موجود وان شاء الله بدايه الدور القادم راح يتم التصويت عليه انه خلص من اللجنه المختصه وتمت الموافقه عليه. فهذه كلها امور يعني احنا نعمل فيها ولما انت تجمعها بتشوف ان تغييرات كبيره صارت وكان القطاع الصحي هو المستفيد الاكبر منها ان شاء الله. ان شاء الله نعم. يمكن احنا بس ناكد على كلامك يعني سعاده النائب ان فعلا الملف الصحي من اهم الملفات اللي يعني حتى يعني جلاله الملك الله يحفظه كان دائما يوليها الاهميه وخصوصا لما سمو الشيخ ناصر قال في كلمته عن حمله فينا خير قال ان الملك الله يحفظه باع كل شيء وشرى صحه المواطن البحريني فهذه يعني اكبر قدوه لنا ويخلينا دائما نعتز باخواننا اللي يعملون في الكوادر الطبيه. احنا قبل ما ننهي معك يعني سعاده النائب هذا اللقاء شنو من كلمه اخيره حاب اليوم توجهها من خلال هذا البرنامج؟ اولا انا بكمل اللي انت قلتي يعني جلاله الملك هو يعطي اهتمام يعني بالشؤون الصحيه وكذلك سمو ولي العهد يوم بدايه جائحه الكورونا احنا كنا نجتمع معاه بشكل اسبوعي كنواب شوريين وكان اولى الاهتمامات في ذيك المرحله كان فقط يبقى يسوي البروتوكولات والالتزامات والاحترازات الصحيه بدون تفكير في اي شيء اخر. يعني قال اليوم احنا استثمارنا الاول والاخير بالدستور بجلاله الملك في المواطن نفسه. اليوم احنا واجبنا المحافظه على المواطن من الناحيه الصحيه. الامور الاقتصاديه الامور الاخرى راح ننظر لها لاحقا هي ما تقل اهميه بس اليوم اولويتنا فقط حق هذا الملف. صحيح. وفعلا احنا يعني في كل الاجتماعات كانت هذه الاولويه وشفنا النتائج مالتها الايجابيه. فيعني انا يعني في الاخير بقول ان احنا دائما ما راح ننسى هذه يعني الجائحه اللي صارت ما راح ننسى القياده وقوفها مع شعبها ما راح ننسى وعي شعبها في التعاطي معاها ما راح ننسى اللي موجودين في الصف الأول. هذه كلهم يعني أهما لما تجمعنا كلنا مع بعض سوينا نجاح وإن شاء الله هذا النجاح راح يتم بإذن الله. إن شاء الله سعادة النواب يعني إحنا يعني خلال هالفترة يعني برز فعلا العمل المؤسسي في مملكة البحرين في نفس الوقت برز التكامل ما بين هذا العمل المؤسسي وهذا شيء مشرف وهذا خلانا يعني نكون هذا النموذج المثالي والراقي اللي يعني نتفاخر فيه قدام يعني المجتمع الدولي. شكرا لك سعادة النائب احمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. شكرا على حضورك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو COVID-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني
اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أنه يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوون لنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات عساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف أنه هو يعدي، وخاصة أنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركيض وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى أن أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. حياكم الله من جديد. افتتحت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق بمجمع السلمانية الطبي بحضور الشيخ هشام آل خليفة رئيس أمناء مجمع السلمانية الطبي وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وشركة إدامة بعد استكمال كل الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الجديد. سعادة الوزيرة أشادت بالتعاون المثمر مع شركة إدامة، مؤكدة بأن المشروع يسهل الوصول للخدمات الصحية ويعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة التطوير والتحديث المتواصلة والمبادرات المهمة اللي تجسد استمرار عجلة التنمية المستدامة والعمل نحو تحسين سبل وآليات تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بما يلبي مختلف احتياجات المرضى من المواطنين والمقيمين. زميلتنا شوق العثمان كانت حاضرة في افتتاح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق وعدت لنا هالتقرير، نشوفه مع بعض. اهتمام كبير بالخدمات الصحية يبرز من خلال الخطط التطويرية التي انتهجها هذا القطاع، وأحدثها إنشاء مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق لتحقيق رضا وراحة كافة المرضى والمترددين على مجمع السلمانية الطبي بهدف توفير الدعم للخدمات الطبية الحيوية التي يقدمها المجمع لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. احنا لما اطلعنا على هذه المواقف والتطور اللي فيه والامور المستحدثه اللي قاموا بها شركه إدامة مقارنه طبعا بمواقف اخرى،
فخبرتهم بالمواقف الثانية طوروا من هذا الموقف، وإن شاء الله يعني يحقق ما نصبوا إليه، وخاصة برضا مرتادين مستشفى السلمانية، ويكون الدخول إلى المستشفى بشكل مريح. وأهم شيء ما لاحظنا أيضا أن هناك مواقف مخصصة لذوي العزيمة والهمم، هذا أيضا المواقف راح تساعدهم، ونتطلع إلى أن يكون حقق ما يصبون إليه إن شاء الله. مواقف السيارات من أهم المرافق اللي تتواجد في أي منطقة خدمية، فنأمل أن هذا الموقف بيخدم عدد كبير من زوار المجمع السلماني الطبي البالغ عددهم تقريبا أكثر من 8000 زائر في اليوم، يعني في مواقف مريحة ومظللة. تعاون مثمر ودقة انتهت بتسليم المشروع في الوقت المحدد وبالسرعة اللازمة، ما يعكس نجاح الخطط والرؤى الحكومية في تحقيق سهولة الوصول للخدمات الصحية. هذا المجمع يعد أو يؤكد على سياسة شركة إدامة الاستراتيجي للاستمرار في تطوير المساحات العامة في مملكة البحرين، ونتطلع للمزيد إن شاء الله. المشروع طبعا الطاقة الاستيعابية له 600 سيارة، في منها 25 سيارة لذوي العزم، والمبنى مصمم أنه يكون صديق لذوي العزيمة 100% من ناحية المداخل والمخارج، المصاعد ومواقف السيارات اللي موجودة. طبعا في نظامين، نظام مواقف السيارات الذكي مع 3 نقاط للدفع الآلي، وعندنا نظام التوجيه يبين عدد السيارات المتواجدة في كل طابق. علامة فارقة يشكلها هذا المشروع الجديد من خلال نوعية وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجمع الذي يتميز بخدماته الطبية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. موقف متعدد الأدوار في مجمع السلمانية الطبي يأتي ضمن المشاريع الحديثة التي تخدم القطاع الصحي، وتهدف إلى تسهيل وصول الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. مشاهدينا، بعد أشهر من أزمة فيروس كورونا المستجد اللي أصابت العالم بالذعر والشلل كذلك، ظهرت مشكلة بيئية جديدة على الهامش تكمن في كيفية التخلص من عشرات المليارات من الكمامات اللي يستخدمها البشر كل يوم. صحيح بسام، يعني إحنا مو بس نتكلم عن الكمامات، خلينا نضيف لها بعد القفازات الطبية والعبوات البلاستيكية اللي الناس صارت كلها تتجه، طبعاً خاصة فيما يختص بالوجبات الغذائية، إنها تتجه حق الوجبات المغلفة. مغلفة بالتأكيد، يعني كان لافت في فترة سابقة يعني واللي سبقت كورونا أن العديد من المقاهي كانت تشجع الزباين على إحضار أكوابهم بدل الأكواب البلاستيكية المضرة للبيئة، لكن بسبب الخوف من انتشار العدوى بالفيروس توقفت هذه الخدمة للأسف. يعني صحيح أن في كثير من التغيرات كانت تغيرات إيجابية على البيئة، لكن بعد ما ننسى الآثار السلبية للجائحة وشلون أن هي يعني أثرت بزيادة المخلفات البلاستيكية بجميع أنواعها على المدى البعيد، خصوصا لما نعرف أن الكمامة البلاستيكية الوحدة على سبيل المثال إذا يعني رميناها في البحر أو المحيط تحتاج إلى، يعني لا تستغرب من العدد بسام، 450 سنة عشان قرون تتحلل ونص، يعني 4 قرون ونص عشان تتحلل، عشان تتحلل وتترك النظام البيئي البحري. يعني فما بالك بالكميات اللي قاعدين نشوفها. نعم. الكميات المهولة اللي قاعدة تستخدم يوميا على مستوى العالم ونشوفها تضر البيئة. بالفعل رقاي، يعني هو تحدي الأمانة، تحدي جديد علينا، وإحنا في البحرين قاعدين نواجه أصلا اللي هو مسألة البلاستيك وأضرار البلاستيك على البيئة. يعني لكن في أثار سلبية راح ممكن تنتج عن هذه الأنواع الجديدة من البلاستيك اللي قمنا نستخدمها. إحنا لازم نقلل كمية البلاستيك اللي نستخدمها في نفس الوقت يعني اللي نعتني يعني فيها بصحتنا. فريق إعداد البرنامج عدوا لنا التقرير التالي اللي استعرض تأثير النفايات على البيئة. نتابع هذا التقرير وراجعين الحديث أكثر حول هذا الموضوع.
وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر السكايب الأستاذ عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية. مساك الله بالخير أستاذ عمر، وبودنا نتعرف أكثر معك على تأثير جائحة كورونا على البيئة. مساء الخير لكم جميعا. طبعا كوفيد-19 أو جائحة كورونا أثرت بشكل جدا كبير على كافة القطاعات الإنتاجية على المستوى العالمي، وأيضا القطاع البيئي تأثر بشكل واضح جدا على مستوى تلوث الهواء، يعني نوعية الهواء ودرجات تلوث الهواء. أيضا هناك تأثير آخر سلبي للأسف هو زيادة مستوى النفايات الطبية والمتعلقة في جائحة كورونا، وهذا يؤثر بشكل جدا كبير على كثير من المشاكل البيئية المتعلقة في إدارة النفايات. وتعتمد طبعا هذه المشكلة ومدى خطورتها من دولة إلى أخرى حسب إمكانياتها في آليات التخلص من هذه النفايات. وبلا شك أن حالة الاستهلاك المفرطة التي تمت خلال أيام وشهور الحجر والإغلاق التام، أصبح هناك حالة من الاستهلاك المفرطة، وهذا يؤثر بطبيعة الحال أيضا على الواقع البيئي. ولكن كان هناك لغط كبير فيما يتعلق في علاقة جائحة كورونا والتغير المناخي. التغير المناخي هو قضية لا تتعلق في هذه الجائحة سواء سلبا أو إيجابا، وإنما هي تتعلق في منذ الثورة الصناعية، يعني قبل 100 عام تقريبا هناك تركيز عالي من ثاني أكسيد الكربون في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. فما شهدناه نحن في تحسن لحظي وتحسن آني في طبقات الجو أو طبقات الغلاف الجوي المتدنية التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام تتحدث عن تحسن في حالة البيئة، ولكن هذا التحسن كان تحسن لحظي وأكاد يعني أسميه تحسن زائف إذا جاز التعبير. نعم أستاذ عمر، كيف من الممكن إحنا نتخلص من المخلفات البلاستيكية ونخفف من تأثيرها على البيئة؟ بطبيعة الحال في جائحة كورونا كثر من استخدام البلاستيك، وخاصة كأدوات للوقاية الصحية. الأطقم الطبية تستخدم هذه المواد البلاستيكية لحماية الطواقم الطبية من أثار فيروس كورونا أو انتقال العدوى، وأيضا الناس بشكل عام أصبح هناك في حالة من الاستخدام المكثف للبلاستيك سواء في استخدام الكمامة أو القفازات البلاستيكية، وهذا يؤثر بشكل جدا كبير على البيئة. وبلا شك بأن برنامج الأمم المتحدة حذر من بداية الجائحة من كيفية التخلص من هذه النفايات، وهي تعد نفايات طبية إلى حد ما. هناك بروتوكولات معتمدة دوليا في التخلص منها، ليس التخلص منها كما هو معتاد من النفايات المنزلية، ولكن يجب على كل دولة أن تتبنى البروتوكول الدولي في التخلص من هذه النفايات، لأنه بلا شك تؤثر على المصادر البيئية سواء كان التربة أو المياه، وأيضا على الهواء والكائنات الحية بشكل كبير، وبالتالي يؤدي ضرر أيضا على صحة الإنسان. فمهم جدا أن يتم التخلص منها بطريقة علمية دقيقة، سواء بالحرق بدرجات حرارة عالية جدا، أو من خلال استخدام مواد غير بلاستيكية، وهو الأفضل في التعامل مع جائحة كورونا أو التعامل مع يعني أثار فيروس كورونا.
نعم، يعني أستاذ مثل ما ذكرت أن الخوف من انتشار عدوى الفيروس خلانا نتجه أكثر إلى استخدام البلاستيك، طيب شنو هو البديل؟ نعم، هناك يعني انتشرت في الآونة الأخيرة الكمامة أو الكمامة إذا جاز التعبير، من المصنوعة من الكتان والأقمشة التي تكون قابلة إلى التحلل ويمكن استخدامها أكثر من مرة، ولكن ما زال الطواقم الطبية يستخدموا البلاستيك كمصدر رئيس في حمايتهم من انتقال العدوى من فيروس كورونا. ولكن إذا يعني من الممكن تخفيف البلاستيك على مستوى استخدام الإنسان العادي وهو يعني الذي لا يعمل في القطاع الطبي أو القطاع الصحي، ممكن الاستخدام مواد غير بلاستيكية في الحماية الصحية أو الوقاية الصحية من فيروس كورونا. ولكن يبقى البلاستيك للأسف يعني ممكن القول بأن هناك ارتفاع كبير جدا في أثناء الجائحة للاعتماد على البلاستيك كمصدر رئيسي في الحماية والوقاية الصحية. يعطيك العافية أستاذ، لكن يعني هل من نصائح توجهها للناس عبر برنامج مجتمع واعي؟ أنا أتمنى أن يعني ننتهز هذه الفرصة لتأكيد على حماية البيئة والعناية في المكونات البيئية والمحيط البيئي الذي نعيش فيه، لأن فيروس كورونا لنتذكر بأنه كان مصدر طبيعي، هو يعني نتيجة العبث في البيئة، نتيجة جشع الإنسان إذا جاز التعبير والتعدي على الكائنات الحية، مما أدى إلى انتقال هذا الفيروس من إحدى الكائنات الحية إلى الإنسان بشكل مباشر. فلذلك من المهم جدا أن نتنبه في التعامل مع البيئة، لأنها تحمل كثير من الأوبئة والفيروسات وأيضا الجراثيم، وهذا مهم جدا أن نعتني أكثر أيضا في مسائل الوقاية الصحية، وأن نتعامل مع البيئة بحذر شديد. وبنفس الوقت رسالة توعوية بعثتها جائحة كورونا للدول فيما يتعلق في خفض من مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون، كما رأينا في كثير من الدول التي شهدت حالة من الصفاء ونقاء الجو أو نوعية الهواء نتيجة وقف كثير من القطاعات الإنتاجية، القطاعات الصناعية وأيضا قطاع النقل. وهذه رسالة إيجابية ممكن أن نقول بأنها بعثت بها جائحة كورونا إلى صناع القرار، بأن هناك في إمكانية لخفض هذه المستويات من الانبعاثات التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية في فترة سابقة لجائحة كورونا بأنها المهدد الرئيسي لصحة الإنسان على مستوى الكرة الأرضية. فهناك رسائل يعني كثيرة توعوية بعثت فيها جائحة كورونا، أيضا في الاعتماد على النموذج الاستهلاك المعتدل وليس الاستهلاك المتطرف الذي يبعث على استنزاف موارد يعني الموارد الطبيعية، وأن نكون أكثر اعتدالا في التعامل مع العناصر البيئية إذا جاز التعبير، لأن حالة من الاستهلاك المفرطة للأسف التي شهدناها في بداية الجائحة، ولكن هذا يؤشر بأن هناك يعني عدم وجود سلوك رشيد لدى المستهلك في مختلف أنحاء العالم في الهجمة على السلع المختلفة، ولكن هذا يدل على أننا في حالة من يعني عدم يعني التقيد في نموذج استهلاكي رشيد يؤدي إلى الحفاظ على المكونات الطبيعية وأيضا على استدامة نوعية حياة أفضل. أستاذ عمر، يعني قبل أن نختم معك حوارنا الشيق، هل من كلمة أخيرة تحب توجهها عبر برنامجنا؟ طبعا أنا
يعني أحد الدروس المستفادة من هذه الجائحة أن نعتني في البيئة كمصدر للرفاه الصحي. العبث والسلوك الغير مسؤول في التعامل مع العناصر البيئية يبعث على تهديد صحة الإنسان، وأيضا هذه البيئة مدى ما تم الاعتناء بها وإعطائها حقها من الرعاية والاهتمام هي تعود بالنفع الصحي والاقتصادي والاجتماعي على صحة الإنسان. فالطبيعة تخفي كثير من الأوبئة والفيروسات والأسلحة الفتاكة للأسف التي تهدد الأمن الإنساني، ولكن مدى ما أعطيناها الرعاية والاهتمام الكافي تعطينا الخير الكثير، ومدى ما أعطيناها للأسف عدم الاهتمام والعبث والسلوك الغير رشيد تعطينا كثير من الأوبئة والفيروسات، وهذا ما نتمنى. نعم الأستاذ عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية، شكرا لك على هذه المداخلة. هنا الكرام نطلع معكم هذا الفاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجنا. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دائما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. مشاهدينا، صحافتنا المحلية تلعب دور كبير في ارتقاء المجتمع وتوعيته، وأبدا ما ننسى دورهم المهم والبارز في زيادة الوعي والثقافة المجتمعية، وأكيد طبعا هذا الدور انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي اللي صارت لها دور أساسي في حياتنا. بالتأكيد طبعا فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات من صحيفة البلاد بقلم الكاتب عبد علي الغسرة بعنوان إحياء المواسم الدينية في زمن كورونا. تابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعين. اعتاد أهل البحرين منذ قديم الزمان على إحياء المناسبات الدينية الجليلة في مواسمها المعتادة، حيث إن إحياؤها يمثل تراثا دينيا تمسك به أهل البحرين دون انقطاع، كإحياء ليالي شهر رمضان وعاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية. ومنذ أن اجتاح كورونا بلادنا أصبح إحياء هذه المناسبات يختلف عن مواسمها السابقة. إن عدم الحضور المباشر إلى أماكن إحياء المناسبات الدينية لا يعني التوقف عن إحيائها، إنما إحياؤها يتم بشكل افتراضي، وهذا ما يحقق الهدف الأساسي من إحياء المواسم الدينية، وهو الحفاظ على جوهرها ورمزيتها وقيمتها. للمواسم الدينية مكانة عظيمة في نفوس الجميع، وتلقى الدعم الكبير من مؤسسات الدولة، وإحياؤها لابد أن يتناغم مع أهداف المصلحة العامة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. إن صحة الإنسان وحياته الغالية محدودة القدرة والمدة، وهي ليست له وحده بل لأسرته ومجتمعه وبلاده. وإن حافظ الإنسان على حياته
فهو يحافظ في الوقت نفسه على حياة الآخرين وديمومة مجتمعه، كما أن الوطن يسعى جاهداً للحفاظ على الإنسان كونه مردوداً بشرياً لا يمكن الاستغناء عنه، فسلامة البحرين من سلامة أهلها. المملكة ترفع بها راس وجبين، كلنا فخر بالمملكة ترفع بها.
مستمرين معاكم مشاهدينا. طبعا في اعمال كثيره ممكن احنا نشاركها اطفالنا خلال هذه الظرف الاستثنائي. وسائل الترفيه الخارجيه الى حد هذه اللحظه مغلقه، وهذه اكبر فرصه ان احنا نتقرب منهم بشكل اكبر ونعرف شخصياتهم ونعرف يعني مواهبهم ونعرف مهاراتهم ايضا ونطورها باستخدام الادوات المناسبه. الاستاذ ابراهيم البردولي المدرس بوزاره التربيه والتعليم راح يعطينا عده افكار للاجازه الصيفيه خلال هذا الظرف الاستثنائي من خلال تصميم الجداول وتنميه المهارات وطرق مشاركه الاهل ومعرفه البرامج والانشطه المهمه والمحفزه للابناء لتفادي شعورهم بالروتين والملل خلال اجازاتهم. وفي هالاوقات يعني بالذات من المهم جدا ان احنا نكون جراب من عيالنا وما نخلي مواقع التواصل او الالعاب الالكترونيه تشغل وقتهم أو تأخذهم من لمة العائلة. صحيح يعني بسام، وهذه الأنشطة أكيد راح نستعرضها وراح تكون يعني جماعية ويقدر كل فرد فينا أنه يشارك فيها من كبير أو صغير في المشاركة، تأسس قاعدة صلبة للثقة المتبادلة بين الوالدين وما بين عيالهم منذ الصغر. بالتأكيد. يمسيكم بالخير. ترتبط العطلة الصيفية في أذهان الكثيرين بالسفر والذهاب إلى المراكز والأندية الصيفية، لكن الوضع اختلف بعض الشيء في ظل انتشار جائحة كورونا الكوفيد-19 على مستوى العالم، الشيء اللي جعل منها عطلة استثنائية تحتاج إلى أفكار مبتكرة عشان تتمكن الأسرة من الاستمتاع بهالإجازة في أجواء عائلية مميزة. هني نحتاج أن نساعد أطفالنا في إعداد أنشطة نقوم بعملها بالمنزل. في البداية لازم نعرف شنو المهارات والهوايات اللي يحتاجها ويحبها الابن، وعلى هاي الأساس أقوم بتصميم جدول يتخللها الكثير من البرامج العلمية والمهارية واللي تنمي من مهاراته وتحسن من مستواه العلمي والثقافي. وشي حلو لما تشارك ولدك في وضع هالبرامج وتقول له مثلا ايش رأيك بهالبرامج، ولا ننسى أهمية التقيد بالوقت ووضع حوافز مادية ومعنوية اللي تخلي من هالأنشطة والبرامج ناجحة وفعالة. لكن السؤال اللي يطرح في هالجانب، شنو البرامج والأنشطة اللي ممكن أني أنا أفيد ابني فيها؟ على سبيل المثال الاستماع إلى القصص اللي تنمي من قدراتهم التعليمية وتزيد أيضا من قدراتهم على التخيل، وأيضا مشاركة الأبناء في أنشطة غير مألوفة واللي تبقى في ذاكرتهم مثل الرسم، الأعمال المنزلية واليدوية المختلفة، وأيضا ابتكار أطعمة غير مألوفة، بالإضافة إلى بعض البرامج اللي تغرس القيم الأخلاقية في عيالنا. خلونا الحين نشوف مع بعض طلبتنا شلون يقضون إجازتهم الصيفية. أنا أحب الرسم، أنا رسمت وايد أشياء في عطلة صيفية، في القرآن، ألون، أقرأ قصص، ألعب كرة وغيرها من هالأشياء. طبعا أنا ما أشرب الماء لأني أسوي هالأشياء. في العطلة الصيفية أستغل وقت فراغي في ممارسة الهوايات المتعددة، منها التزيين والتلوين وإعادة التدوير والأعمال اليدوية. في العطلة الصيفية لا أتوقف عن الاطلاع والمعرفة، فأقوم بقراءة القصص وتلخيصها وحفظ القرآن الكريم ومشاهدة الفيديوهات الثقافية والتعليمية عبر الإنترنت. في الختام نحتاج نستغل هالإجازة الصيفية في تطوير مستوى أبنائنا، سواء في تحسين كفاياتهم أو أن ننمي من قدراتهم ونصقل شخصياتهم ومهاراتهم. فالعديد من الأنشطة ممكن أن نقوم بعملها بحسب كل تلميذ وميوله وهواياته، وتذكروا أن هاي الإجازة الصيفية هي متنفس للأبناء، لذلك لا نخليها مزحومة بالأنشطة اللي تنفر الأبناء أو تسبب لهم الملل. فالتنوع مهم جدا ويخلينا بالفعل ننجح في تحويل منازلنا إلى مراكز صيفية محفزة لبيئة تعليمية. المشاهد اللي دائما تبعث الفخر والاعتزاز هي مشاهد المتطوعين اللي كانوا وما زالوا جنود لهذا الوطن في الصفوف الأمامية. بالتأكيد المتطوع البحريني أثبت للجميع أن خير سند لوطنه وخير من يقدم ويعطي وقته وجهده وعلمه لخدمة مجتمعه وهله والمقيمين على هذه الأرض. بصراحة كلنا نفتخر بجهودهم ونعتز ونتفاخر أمام كل الدول بأن هذه هو البحريني وهذه صفاته
وهذه عطايا اللي أبد ما تنضب. بالتأكيد يسعدنا أن ينضم معانا عبر السكايب أحد هؤلاء الأبطال المتطوعين الأخ مدن عباس. مسي عليك بالخير، يا هلا مرحبا فيك. يعني احنا سمعنا انك يعني كنت ممرض سابق وتقاعدت كذلك من عملك، لكن نبي نعرف منك شنو السبب اللي خلاك ترجع تتطوع في هذه الظروف الاستثنائية؟ مساكم الله بالنور يا جماعة، يعطيكم ألف عافية وعلى برنامجكم هذا الشيخ، برنامج مجتمع واعي، ما تقصرون توعون الناس وتخلونهم يشاركونا في الحل في القضاء على فيروس كورونا. والله يا جماعة يعني أول ما بلشت إني شلون طريقتي أو قصتي بالالتحاق مع المتطوعين في الصفوف الأمامية، مثل ما تعرف يا جماعة أنا كنت متطوع ممرض سابقا وتطوعت الفترة الأخيرة قبل تقريبا سنة ونص أو سنتين. بس لما سمعت بالمشكلة هذه أو القضية، قضية الفيروس كورونا، وإن حسيت إن البلد صارت في أزمة ومحتاجة لكل أبنائها إن يصفون معاها زين، يعني البلد مثل ما تعرفون إن عطتنا الكثير، فصار الوقت اللي نرد العطاء بالعطاء. أنا حاولت يعني إن مثل ما تقول أكون مشاهد أو أكون موجود في البيت، بس ما قدر. يوم بعد يوم نفسي تزيد الحاقة علي إن أروح أتقدم في المنصة، لأن خبرتهم في أول شيء بلشت الدولة جهات حكومية وضعت المنصة حق المتطوعين الراغبين في التسجيل، وأنا كنت واحد من المتطوعين اللي تقدمت وسجلت اسمي، وكان لي شرف طبعا إن ينادوني والتحق مع أخوان المتطوعين في صفوف الأمامية. فلما ابتديت معاهم يعني حسيت فعلا يعني إن هذا المكان الصحيح، إنه ما يكون مكاني في البيت، لأن ظلت فترة طويلة وأنا موجود يعني في البيت، يعني تقريبا الشهر الأول اللي هو شهر 3 إلى بداية 4، وأنا كل يوم بعد يوم يعني أحاول بأي طريقة بألتحق مع أخواني وأخواتي في المجال الطبي وأكون معهم مشارك، لأن هذا الوقت اللي المفترض أن نكون موجودين حق خدمة وطننا، خدمة الناس، وهذه في النهاية خدمة إنسانية جماعة، يعني الكل عارف يكون له الشرف في الخدمة حق الوطن حق الناس، وواجب ديني بعد ما نقبل عنه. أخوي مدن، يعني بدنا نحن نعرف شنو الدور اللي تقوم فيه حاليا خلال تطوعك؟ دور في التطوع، أول ما ابتديت معاهم جماعة استقبلتني الأخت المستشارة نعمة السبيعي بمكتبها الله يحفظها، وخبرتني قالت لي مدن يعني عارفين بسيرتك زين، انت ممرض سابق وانت واحد من الخبرات، وكلفت بكون اشراف على النوبه الليليه، فقبلت هذه المهمه زين ودخلت على النوبه الليليه كمشرف، فاخدم معاهم كبعد ممرض وكخدمات مثلا الامور الاعمال التمريضيه زين، والاعمال الخدماتيه مثل تقديم الوجبات زين، مثل الادمشن لما جينا المرضى، اول ما تجينا المرضى زين نصير لهم عمليه اللي هو العمليه التمريضيه من قياس العلامات الحيويه مثل الضغط الحراره السكر، قياس نسبه السكر، من هاي الامور هذه. نعم أخوي مدن، يعني هل من رسالة حاب أنك توجهها اليوم لشباب البحرين من خلال برنامجنا؟ رسالتي للجميع زين الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الأمكان عشان نوصل للقضاء على هذا الفيروس،
ونكون احنا كلنا كمجتمع واعي جزء من الحل لا جزء من المشكله. المتطوع في سبيل الوطن مدن عباس، شاكرين لك هذه الاتصال، والله يعطيكم العافية على جهودكم وخدمتكم لوطنكم ومجتمعكم، ونبيكم تتأكدون دائما أن البحرين دائما راح تكون فخورة فيكم. يعطيهم العافية صراحة بسام، يعني احنا دائما لما نشوف مثل هذه الاتصالات ونسمع الكلام من اخواننا المتطوعين، يعني نزداد فخرا يوم بعد يوم بكل اللي يقومون فيه، ايا كان نوع العمل اللي يقومون فيه وايا كانت مواقع عملهم. يكفينا فخرا ان نقول لما يعني البحريني في هذه الموقف فعلا بين محبته، بين ولاءه، وبين انه هو ايش كثر حريص على خدمة وطنه خاصة في هذه الأوضاع الاستثنائية. بالتأكيد أرجع، يعني خصوصا فئة المتقاعدين، احنا ركزنا عليهم خلال برنامجنا الفترة اللي طافت، شفنا دكاترة، شفنا ممرضين تقاعدوا من عملهم يا جماعة، ويعني ومع هذا التحدي ومع دخولنا لهذا التحدي قرروا انهم يرجعون مرة ثانية، يعني لان عندهم الخبرة وعندهم الكفاءة العالية، فقالوا ليش احنا نتم قاعدين في البيت مثل اخونا مدن عباس الله يعطيه الصحة والعافية وغير الكثير طبعا اللي قدموا خدماتهم للوطن، يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن بعد هالفاصل. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة مطر يقوى الوطن، ويا المحن صوت وصدى لك يا وطن، صوت وصدى لك يا وطن. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة تحفظ.
مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكراً رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأحد 9 أغسطس 2020. أجرت مملكة البحرين لحد هذه اللحظة أكثر من 892,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. تبلغ الحالات القائمة حتى اليوم 2918 حالة، وضع الحالات المستقرة منها يبلغ حتى اليوم 2883 حالة، فيما يبقى 35 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. والحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 89 حالة حتى اليوم، أما المتعافون فيبلغون 40,549 متعافي حتى اليوم، أما الوفيات 162 وفية، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 322 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 126 حالة لعمالة وافدة و192 حالة لمخالطين وأربع حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 273 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأحد، وهذه كل اللي عندي. عودة لشرقية. شكرا لك بسام، الله يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. كل المشاهد اللي شفناها من بداية تعامل البحرين مع التحدي الصحي المتمثل في مكافحة فيروس كورونا إلى اليوم هي مشاهد وطنية تعكس اهتمام وحرص قيادتنا الله يحفظهم على صحة المواطن وسلامته من هذه الجائحة. بالتأكيد رقية، الحمد لله يعني البحرين ما دخلت في تاريخها تحدي إلا وكانت على قدر كبير من المسؤولية بتعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية اللي تعكس بالفعل الروح البحرينية الأصيلة في التعاون والتعاضد من أجل تخطي هذه المرحلة الحساسة. كل الركائز القانونية والتشريعية أكدت في الدستور وميثاق العمل الوطني وقوانيننا الفعالة في الوقت الحالي أن المواطن هو محور تنمية ونهوض هذا الوطن، وأن الدولة دائما تقوم بمسؤولياتها بكل اقتدار وكفاءة عالية. بالتأكيد يعني هذا اللي بالفعل يعني حملنا مسؤولية كبيرة كلنا، نحن نحافظ على سلامتنا وسلامة مجتمعنا، نكون سند وعون لهذا الوطن من خلال التزامنا بالقوانين والإجراءات الوقائية للوقاية من الفيروس، ونكون فعلا المثال والقدوة لأجيالنا القادمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، نلقاكم باشر إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء فواز وللوى. مع السلامة، في أمان الله.